بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروس قناة هوس التكنولوجيا. في هذا الدرس سنتعرف على كيف يتصدر موقعك أو مدونتك على نتائج البحث الأولى في جوجل مجانا وبدون أي تكاليف إضافية. لن أطيل عليكم. في البداية سنذهب إلى لوحة التحكم الرئيسية للموقع، طبعا أنا أعني هنا في الووردبريس، ثم سنذهب إلى الإضافات ونضيف إضافة جديدة. اسم الإضافة هي جوجل XML Sitemap. هذه هي الإضافة. نتأكد من الاسم ونتأكد من الاسم المطور الذي قام بتطوير هذه الإضافة. أقوم بتنصيب الإضافة. طبعا وظيفة هذه الأداة هي إنشاء ملف السايت ماب للموقع، ثم تفعيل. بعد ذلك ننتقل إلى الإعدادات، ثم نختار الـ XML سايت ماب لننشئ ملف سايت ماب للموقع. هنا نلاحظ بعض الخيارات التي تظهرها الأداة. نبقي الخيارات كما هي افتراضيا. قبل أن نذهب إلى الإعدادات، أولا نذهب إلى إعدادات الروابط، ثم نجعل الرابط حسب عنوان المقالة، ثم نقوم بحفظ التغييرات. الآن نذهب إلى إعدادات الإضافة، ثم نختار الخيار Your main sitemap and all sub sitemaps. الآن نجحت الأداة في إضافة خريطة الموقع، كما نلاحظ بأن جميع الخيارات OK و All Done. نتأكد من خريطة الموقع بالضغط على هذا الرابط الذي يشير إلى عنوان الموقع مع السايت ماب. كما نلاحظ، إذا ظهرت لك هذه النتائج فهذا يعني أنه تم تشغيل الإضافة بنجاح، وسيبدأ جوجل بالتعرف على موقعك بعد إضافة اسم موقعك إلى أدوات مشرفي المواقع. أولا نذهب إلى أدوات مشرفي المواقع. طبعا هذا الموقع يمكنك البحث عنه في جوجل، سألغيه وافتحه من جديد، ونكتب هنا ويب ماسترز. عند أول خيار أحدده ثم ندخل إليه. أقوم بتسجيل الدخول بحسابك على جوجل. كما نشاهد فإن لدي مجموعة مواقع قمت بإضافتها مسبقا، البوكس مانيا والدكتور سنتر. سأضيف الآن موقع جديد من هنا من هذه الخانة، إضافة موقع. سأختار الخيار الثاني وأذهب إلى هنا، أنسخ الموقع الخاص فيه. ثم متابعة. الآن يطالبني بإثبات ملكيتي للموقع. سأقوم بتنزيل هذا الملف. سأضعه بأي مكان، مثلا على الديسكتوب، وأحافظ على المسمى الخاص بالملف، لا أغير التسمية، أبقيه كما هو، ثم سيف. الآن هذا الملف يجب علي رفعه ووضعه في الدومين الخاص فيه. فمثلا أنا لدي
الموقع باسم تيكمانيا. سأدخل إلى لوحة التحكم وأضيف هذا الملف. يجب أن تكون تملك اليوزر نيم والباسورد الخاص بالدخول إلى لوحة التحكم والتي زودتك بها الشركة عند حجزك للاستضافة، أو يمكنك استخدام تطبيق فايل موزيلا لرفع الملف. أنا سأستخدم الطريقة التقليدية وسأدخل إلى لوحة التحكم الخاصة بالاستضافة. بعد الدخول إلى لوحة التحكم سأذهب إلى الفايل مانيجر إدارة الملفات، ثم من البابليك HTML ستظهر أسماء المواقع التي أنا أشترك فيها والتي أملكها. فكما تلاحظ لدي البوكس مانيا دوت نت، ولدي الإديوكيشن مانيا دوت كوم، ولدي التك مانيا دوت نت، وهو الذي أعمل عليه حاليا. سأقوم بفتح التك مانيا، ومن ثم أختار الأمر أبلود، سيلكت فايل، أختار الملف الذي قمت بتنزيله من هنا. وسأختار الملف الذي قمت بتحميله ثم أوبن. الآن بدأت عملية الرفع. ثم سأعود إلى الويب ماسترز تولز، ثم سأضغط على زر التأكيد. الآن جرى التحقق من الملكية. تم التحقق من الملكية بنجاح بعد رفع الملف. سأضغط على تم. الآن سأختار الموقع الذي قمت بإضافته وهو techmania.net لأقوم بإضافة خريطة الموقع. سأذهب إلى ملفات السايت ماب، وهنا سأضع الرابط الخاص بالسايت ماب في هذه الخانة. الرابط الخاص هو ستجده هنا، هذا هو الرابط الخاص. كل ما علي فعله هو نسخ هذا الرابط ثم لصقه هنا ثم إرسال. كما نلاحظ سيعالج محرك البحث جوجل بشكل دوري هذا الملف، وسيبحث عن أي تغييرات سيتم إرسال إشعارات إليك إن حدثت أي مشكلة متعلقة بها في المستقبل. الآن كما نلاحظ فهرس الملف السايت ماب وتاريخ الإرسال، هذه هي الملفات الموجودة ضمن السايت ماب. تم الإجراء بنجاح، تم الإجراء بنجاح، والأخير أيضا تم الإجراء بنجاح. طبعا عناوين المكتشفة صفر لأنه لم يبدأ العمل به، تحتاج إلى بعض الوقت 24 ساعة تقريبا. سنأخذ مثلا على البوكس مانيا دوت نت. كما نلاحظ هنا فهرس السايت ماب قام بأرشفة 105 صفحات أو مقالات، وهذه هي تفاصيلها. أيضا مثلا الدكتور سنتر دوت كوم 170 صفحة. عندما تبدأ الأرقام بالإزدياد فهذا يعني بأن موقعك قد بدأ الظهور في محرك البحث جوجل. سنعود مثلا إلى تيكمانيا. أيضا بالمناسبة موقع الهوس التكنولوجيا أو تيكمانيا دوت نت ما زال فارغا حتى هذه اللحظة، وقد قمت بتأجيل إضافة المقالات والدروس عليه حتى أقوم بإنشاء هذا الدرس. بذلك نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس. نسأل الله العظيم الفائدة للجميع. نستودعكم الله في درس جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.